مساء الخير يا استاذه نهاد. اهلا، مساء الخير. اهلا بحضرتك. انا شفت اللي حضرتك كاتباه النهارده، والحقيقه يعني حضرتك جمعتي كل الحاجات ووفيتي. يعني ابدا معاكي ببسنت الاول، وهرجع بعد شويه للمدرسه. اولا، في راي حضرتك القانوني، ما هي التهمه الاشد التي يمكن ان يعاقب عليها هؤلاء المجرمين؟ استخدام تقنية المعلومات لتغيير الصور بتوصل العقوبة فيها ل5 سنين سجن، وإذا كان فيها ابتزاز بتوصل ل7 سنين سجن مع ظرف مشدد باعتبارها طفلة تحت السن، وباعتبارهم هم كمان شخصين عملوا ده، فهتوصل للحبس المشدد ل10 سنين. الجرائم الأخرى فيها عقوبات كثيرة، لكن احنا طبقا لقانون العقوبات انه في حال تعدد الجرائم وانها تكون ذات صله او في رابط بينهم، المحكمه ما بتعيدش او ما بتكررش، يعني ما بتشتغلش بطريقه الاد او الزياده في الجرائم. يعني مش هقول مثلا هنا 2 سنين وهنا 5 وهنا 7 وهنا 10 فيبقى عليهم 20 سنه سجن، لا، لانها جرائم إذا اعتبرتها المحكمة ذات صلة بالجريمة فهتحكم بالعقوبة الأشد اللي ممكن توصل للسجن المشدد 10 سنين. بس دول هنا بيعتبروا قتلة. الحقيقة لازم نفرق في القانون ما بين القتلة، يعني أنا أقدر أقول إن ترتب على الابتزاز بتاعهم القتل ده حقيقي، لكن ما عندناش وصف قانوني لحد دلوقتي في القانون بيحملهم مسؤولية القتل بشكل مباشر. القاتل لازم يبقى فيه علاقة سببية، يعني عندنا جريمة اسمها ضرب أفضى إلى موت، لما حد يضرب حد ويموت في إيده هنا ما بتعتبرش ضرب، لكن بتبقى ضرب أفضى إلى موت. وفي علاقة سببية مباشرة. فيما فكرة الابتزاز اللي أفضى موت دي إحنا ما عندناش وصف قانوني، وطبقا للدستور لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. علشان كده احنا عندنا في قانون العقوبات، وده اللي انا عديته في البوست اللي كتبته، ان عندنا جرائم متعدده. ارجو ان المحكمه ما تربطهمش، بمعنى انهم فيهم وحده الواقع، انها لو عدت جرائم منفصله هيلبسوا 20 سنه على الاقل، لكن لو عدت، وده قرار المحكمه ولا احد يستطيع ان يتدخل في قرار المحكمه، لو عدت جرائم ذات صلة هيبقى العقوبة الأشد فيها 10 سنين سجن، أو إذا النيابة بقى كيفت جرائم أخرى أنا ما أخدتش بالي منها، وأرجو إن يحصل ده. طيب نيجي للملف التاني، او قبل ما اروح الملف التاني، في راي حضرتك مين ايضا ممكن ان يكون مجرم في قضيه بسنت غير المجرمين الاثنين دول؟ هو طبعا المجتمع عليه مسؤوليه، ما اقدرش اقول مجرم لكن اقول عليه مسؤوليه، يعني مسؤوليه البيت اللي بيربي البنات على الخوف، لانه البنت دي لو ما كانتش خايفه من اسرتها من اول دقيقه او راحت قالت لهم انا تعرض لي ولدين يبتزوني وانا الموضوع، وكانت متاكده من دعمهم ليها، ما كناش وصلنا لده، لان بنجي لنا حالات ثانيه الاب او الام لما بيبقوا داعمين للولاد بالعكس ده بيبقى الموقف مختلف تماما. الامهات بتبقى قليل دكتوره نهاد معانا؟ الو، انا سامع حضرتك، اتفضلي. زي ما بقول لحضرتك، لو الام قليله الحيله وتبدا تبقى خايفه من القرايب هيقولوا ايه، في الحالة دي بتصب مش بتدافع عنها. الأهل اللي ما ربوش عيالهم نهائي، دول اللي كانوا عاملين زي اللي بيعلفوا ضباع في البيت وسجنوهم إنما مش بيربوه، مسؤولين طبعا. دكتورة نهاد، عاوزة أرجع مع حضرتك لقضية المدرسة اللي كان ليها فيديو بترقص في أحد المراكب النيلية. مبدئيا كده، هو هل حضرتك شايفاها دي حرية شخصية ولا مش حرية شخصية؟ أنا شايفاها حرية شخصية، وشايفة أن حصل جريمة بنشر الفيديو دون استئذانها، لأن هي خارجة، المفروض أنها خارجة في محيط خاص ورحلة.
دكتورة نهاد. الو، ايوه اتفضلي حضرتك، معاكي اتفضلي. فبعض الناس بقى تبقى شايفه ان ده عادي، او شايفه انها كان رقصها اوفر شويه. ده وجهات نظر معتمده على المحيط الاجتماعي كل واحد. الحاجه الثانيه ان وزاره التربيه الصوت مش كويس. طب اشكر حضرتك دكتوره نهاد ابو القمصان، رئيس المركز القومي لحقوق المراه.